تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، توج الفارس محمود عبد القادر بطلا للمسابقة الكبرى لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد لقفز الحواجز. هذا وأقيمت المسابقة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباقات الخيل وسط حضور جماهيري واسع، وشهدت مسابقات تنافسية عالية المستوى في ختام موسم بطولات قفز الحواجز. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تهانيه للفرسان الفائزين بمسابقات البطولة التي شهدتها، مبينا سموه أن رياضة قفز الحواجز تسير بخطى ثابتة نحو مواصلة التطور والازدهار، وأكد سموه حرصه الدائم على تقديم كامل الدعم لمسابقات قفز الحواجز عبر زيادة الجوائز المقدمة للفرسان الفائزين، مما يساهم في رفع مستويات الفرسان وتقديمهم أفضل المستويات، مشيدا سموه بالنجاح الذي شهدته البطولة، ومعربا عن تقديره للرعاة الداعمين للبطولة الذين حرصوا على المساهمة في نجاح البطولة. هذا وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات، حيث فاز الفارس سلطان الرميحي بلقب فئتي الناشئين الأولى والثانية، والفارس معيوف الرميحي فاز بالمركز الأول في المسابقة الثالثة، إضافة إلى فوز نفس الفارس بالمسابقة الرابعة، فيما توج الفارس سامي غزوان بلقب المسابقة الخامسة. كما تم السحب على جوائز السيارات التي قدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد للجماهير والجوائز النقدية، إضافة إلى تكريم الشركات الراعية للبطولة وهي مركز البحرين للمجوهرات وألبا ووادي الخيل والحصان العربي لخدمات الفروسية وعز الخيل لمستلزمات الفروسية.